بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، عدد التلاميذ الذين حضروا هذا الامتحان بلغ عددهم 29,151 تلميذ، الناجحون 15,100. هذا ما يعطينا نسبة عامة فيما يخص النجاح تقدر ب 51.80% بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. أما بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، فعدد التلاميذ الذين حضروا الامتحان بلغ 842 تلميذ، الناجح 375، ونسبة النجاح قدرت ب 44.54%. أرفع معدل سجل في الامتحانين هو في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وبلغ 19.34%.